قانون الاعدام للمغتصبين. جميل، حاجه كويسه يعني. مؤيده؟ اكيد طبعا اكيد. طب لو انت مكان المجلس كان ممكن تخف العقوبه شويه؟ لا، هو ممكن حسب يعني الحاله، بس هو يعني عقاب كويس يعني، اعتقد انه هيكون رادع عشان ما فيش حاجه زي كده تحصل. لا يستاهلوا الصراحه، يستاهلوا. لا ما، وحتى لو هيتخفف لا ما ينفعش يتخفف، هم يستاهلوه، هم لازم يتعاقبوا على حاجه زي كده، لانهم هيخرجوا هيتحبسوا هيخرجوا يعملوا كده تاني. ايه رايك في قانون الاعدام للمغتصبين؟ صح، يتعمل ويتنفذ في ساعتها، ما اوراقه ده بالذات ما لا يتنظر فيها ولا حاجه، مجرد ما يثبت ان هو اللي عاملها يتنفذ فيه الحكم الاعدام وفي ميدان عام عشان يبقى عبره لغيره. هو قبل ما طبق القانون المطلوب يعني، هي دي مدام مراتي بس هي ليها رأي. قبل ما طبق القانون اشوف ايه الشاب لجأ لكده ليه، اشوف الشاب لجأ لكده ليه، اعالج واشوف الحكايه دي ايه اللي حصل، المغريات اللي قدامه ايه، البنات مثلا ايه، البرامج اللي هي معلش يعني التلفزيون والبرامج التعليميه كلها والبرامج اللي في التلفزيون كلها مليانه بمغريات للطالب او للشاب. الحاله المعيشيه بتاعته نفسها عامله ازاي، ايه اللي متوتر له، الحياه الدينيه بتاعته برضه ايه اللي متوتر. ده رايي والله. هو هذا الانسان اللي هو المغتصب لو يعرف، او لو هو لو يعرف حجم الجرم اللي هو قايم بيه ده، اللي هو اساء لمراه ممكن تكون هي اخته او امه او بنته، مستحيل ابدا ان هو يقدم على هذا الامر. هذا كل انسان امن العقوبه فلا بد ان يسيء الادب. فهذا الانسان اللي هو قادم على ان يغتصب امراه ده انسان امن العقوبه، وعارف ان الاجراءات القانونيه عندنا في مصر بطيئه وطويله، عشان كده الرئيس السيسي قال لابد من اصدار تشريعات جديده لسرعه اجراءات، لان هذا الانسان المغتصب او هذا الانسان الارهابي لو عارف ان في عقوبه رادعه ناجعه وسريعه كان مستحيل ان هو يقدم على هذا الامر. فانا فعلا لابد، انا اخاف على بنتي واخاف على زوجتي واخاف على امراتي من كل هذا الانسان، لان هذا الانسان ده هذا انسان كلب ديب والعياذ بالله، نسال الله العافيه. لو مكان المجلس كان ممكن تخفف العقوبه شويه او اقل من كده ولا لا؟ لا 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 لا، لو هذا المجلس اقام بهذا الامر يبقى جزاهم الله كل خير. عايز اعرف منك ايه رايك في قانون الاعدام للمغتصبين؟ كويس جدا. ليه بقى؟ ايه كويس؟ هو ده اقل جزاء ليه يعني، ده اقل حاجه يستاهلها ويستاهل اكتر من كده كمان لو في بعد الاعدام ينفع.